بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب أحاديث الفتن والحوادث للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب في الفتن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: باب في الفتن، أي في ذكر ما ورد من الأحاديث فيما يقع من الفتن في هذه الأمة، وذلك لأجل التحذير منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها لأجل التحذير منها، وأن الإنسان يبتعد عن الفتن والدخول فيها، ومن أجل أن يصبر على ما يصيبه في دينه، لأن الله سنة الله جل وعلا في عباده أنه يمتحن الناس، يعني يختبرهم، والفتن جمع فتنة، وهي الاختبار. الله يختبر عباده ليتبين الصادق من الكاذب، والمؤمن من المنافق. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الله جل وعلا يعلم في الأزل كل ما يكون، ولكن هذا علم خاص. العلم العام هذا في الأزل، علم كل شيء سبحانه وكتبه في اللوح المحفوظ، وإنما هذا علم عند وقوع الشيء، يعلم سبحانه وتعالى وقوعه في وقته، ويعلم نتائجه. فلو ترك الناس من غير ابتلاء وامتحان لاشتبه المؤمن والمنافق والصادق والكاذب، ولا يعلم هذا من هذا. جرت سنة الله جل وعلا وحكمته، لأنه يجري الامتحانات على الناس، فمن الناس من يصبر ويتمسك بدينه مهما ناله من الفتن والمشاق، وتكون العاقبة للمتقين. ومن الناس من ينحرف عند الفتن، ينحرف عن دينه، لأنه من الأول ما كان على أساس صحيح. ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني طرف، إن أصابه خير مأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على عقبيه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. تبين من هذا ما لله جل وعلا من الحكمة في إجراء الفتن على العباد. نعم.
قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال، أي لا تؤخروا الأعمال الصالحة، بل بادروا بها، لأنكم لا تدرون ما يعرض لكم. ولا يؤجل الإنسان العمل الصالح، بل يبادر إليه لئلا يفوته، لأنها ستكون فتن تصرف الناس عن الأعمال الصالحة، إلا من ثبته الله عز وجل. قوله فتنا منصوب على أنه مفعول للمبادرة، وهذا فيه أن الإنسان يتمسك بدينه عند الفتن، ويلجأ إلى الأعمال الصالحة، يشتغل بعبادة ربه، ولا تصرفه الفتن عن ذلك. قليل من يثبت عند الفتن، إلا من ثبته الله وتمسك بالأعمال الصالحة. نعم. وللبخاري عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج، قال: كقطع الليل المظلم، فتنا كقطع الليل المظلم، يعني عظيمة والعياذ بالله، فتن مظلمة ما يهتدي الإنسان فيها إلى الطريق الصحيح، لأنها ملتبسة. إلا من أعطاه الله علما وفقها وعملا صالحا ينجو به من هذه الفتن. نعم. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. نعم. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. هذه الفتن إذا جاءت فإن الناس يختلفون فيها، فمنهم من يثبت على دينه مع ما يناله من المشقة، ومنهم من ينحرف، وهم كثير. يصبح مؤمنا على الإيمان ثم ينحرف في آخر النهار، يمسي كافرا، وعلى العكس يمسي مؤمنا ويصبح كافرا. السبب: يبيع دينه بعرض من الدنيا. هذا دليل على أن من الفتن الدنيا، يعني زهرة الدنيا وزينة الدنيا والأموال، هذا من الفتن، فقد يأخذ الإنسان الطمع، حب الدنيا، فيترك دينه من أجل ذلك. والله حذرنا من الدنيا وزينتها والاغترار بها، إنما نأخذ منها قدر ما يعيننا على طاعة الله عز وجل. أما أن ننطلق مع الدنيا وننسى الآخرة، فهذا هو الهلاك. اعمل لدنياك واعمل لآخرتك، لا تنهمك مع الدنيا وتترك الآخرة، ولا تنهمك مع الآخرة وتترك الدنيا، بل خذ من هذا ومن هذا، والدنيا مطية للآخرة، ليست مقصودة لذاتها، وإنما هي مطية ومزرعة للآخرة، ولا يتمتع بها وينشغل بها إلا الكفار والمنافقون. نعم. قال رحمه الله:
وللبخاري عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فزعا محمرا وجهه يقول لا إله إلا الله، وين للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها. قالت: فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. نعم، هذا حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وعليه الفزع والخوف، ظهر على وجهه صلى الله عليه وسلم، مر وجهه شدة الخوف على أمته وما سيحدث في آخر الزمان. وهذا من نصحه صلى الله عليه وسلم لأمته، ولأنه يحزنه ما يسوءها، من كمال شفقته صلى الله عليه وسلم، فهو بالمؤمنين رؤوف رحيم، خاف على أمته من الفتن. ومن هذه الفتن التي ستحدث ما حصل في عهده صلى الله عليه وسلم في سد يأجوج ومأجوج الذي ذكره الله جل وعلا في القرآن. يأجوج ومأجوج قبيل من بني آدم لهم خلقة خاصة، فيهم شر عظيم، يفسدون في الأرض. فلما جاء ذو القرنين الملك الذي المسلم الملك المسلم قرنين الإسكندر المقدوني، لما بلغ بين السدين جبال، بين جبال جهة شمال الأرض، لأنه ذهب إلى المشرق، ذهب إلى المغرب، ذهب إلى شمال الأرض حتى بلغ بين طريقا بين جبلين عظيمين، فقال المسلمون هناك ذو القرنين: إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، سفك الدماء والفساد، شعب لا يبالي بشيء. عرضوا عليه أن يعينوه بالمال من أجل أن يبني ما بين الجبلين حتى يسد الطريق عليهم ولا يخرجوا على الناس. فهو قال: ما آتاني الله، فهو قال لهم: إني لست بحاجة إلى المساعدة المالية، ما مكنني فيه ربي خير، عنده استعداد من جهة المال، ولكنه بحاجة إلى الأيدي العاملة التي تعمل معه حتى يقيم هذا السد. هل نجعل لك خرجا، يعني مالا تمويل، على أن تجعل بيننا وبينهم، أي بين يأجوج ومأجوج، سد يمنعهم من الخروج على الناس، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. وهذا هو السد، وله سد عادي ولا سد عظيم،
آتوني زبر الحديد فإذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا أي نحاسا. ففعل هذا وأعانوه فسد عليهم الطريق إلى الناس بهذا السد العظيم، فما استطاعوا أن يظهروه يعني يصعدوا عليه لأنه أملس لا يمكن صعوده، وما استطاعوا له نقبا أن يحفروا فيه لأنه حديد. قال هذا رحمة من ربي، هذا السد رحمة من الله بعباده، لكنه لا يدوم. يحاولونهم كل يوم يحاولون أن يفتحوا هذا السد ليخرجوا على الناس، وخروجهم على الناس من علامات الساعة الكبرى عند قيام الساعة. بدأت محاولتهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد نقبوا فيه، فتح اليوم من سد ياجوج ومأجوج دار هاتين، حلق بين إبهامه وأصبعه السبابة، شيء يسير لكنه شر، محاولة. ولهذا إذا جاء آخر الزمان وجاء الموعد جعله دكاء، هذا رحمة من ربي في الناس يحول بينهم وبين هذا الشعب المفسد، لكن كل شيء له أجل، فيأتي عليه وقت يكون دكاء، يدكونه يخرجون على الناس. وكان وعد ربي حقا، لا بد يقع هذا. هذا من تحذيره صلى الله عليه وسلم من هذه الفتنة، وأن الناس يحذرون منها ويدعون ربهم السلامة منها. جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ، يعني الناس مع يأجوج وماجوج، تركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض والعياذ بالله. وهذا حين خروج يأجوج وماجوج في آخر أيام عيسى بن مريم عليه السلام مع الناس، فيعيثون في الأرض فسادا، ويتحصن المسلمون مع عيسى عليه السلام في مكان في الطور تحرزون منهم ولا يخرج أحد، من خرج قتلوه وآذوه. بينما هم كذلك في الضيق والشدة، إذ أرسل الله مرضا على هذا الجند الخبيث فهلكوا عن آخرهم، صلى الله عليهم مرضا يسمى النغف في رقابهم، فيهلكون عن آخرهم. استريح المسلمون، لكن بعد الفتن والشر وبعد ما يهلك من يهلك على أيديهم، يخرج المسلمون من الحصار حين ذاك. هذه قصة يأجوج وماجوج. نعم. قلت يا رسول الله أنا أهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحادثة العظيمة المفزعة، وأنها يهلك فيها من يهلك من الناس على أيدي يأجوج وماجوج،
قالت زينب رضي الله عنها للرسول صلى الله عليه وسلم: أنهلك وفينا الصالحون؟ الصالحون من العلماء والعباد والأتقياء، لأن العادة أن الصلحاء يقومون بالإصلاح وينهون الناس عن الفساد، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فيدفع الله بهم الشر. فوجود الصالحين في المجتمع علامة نجاة، خلو المجتمع من الصالحين علامة هلاك. هذا فيه فضل الصالحين ووجود الصالحين. والعادة أن الصالحين يكون لهم دور في الإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام في وجه الفتن، لكن قال: نعم، يهلك تهلكون وفيكم الصالحون في ذاك الوقت، لأن الخبث يكثر، الفساد يكثر، ولا يستطيع الصالحون مقاومته، لا يستطيعون مقاومته، أو لا يقومون بمقاومته، يكسلون، عند ذلك يحصل الهلاك على الجميع، على الصالح والطالح، يهلكون جميعا ويهلك الصالحون معهم. لكن الله يبعث الصالحين على نياتهم يوم القيامة، كما في الحديث: يهلكون مع الهالكين، ولكن الله يبعثهم يوم القيامة على نياتهم. هذا فيه التحذير من الفتن، ومنها فتنة ياجوج وماجوج، وفيه أنه إذا كثر الشر فإنه مؤذن بحصول الهلاك على الجميع، وأن الصالحين والصلحاء والعلماء عليهم أن يقوموا بمقاومة المنكرات والشرور، ولا يستسلموا، إذا استسلموا وتركوا الإنكار جاءت العقوبة على الجميع. نعم. قال رحمه الله: وله عن أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف على أطم من أطام المدينة، ثم قال: هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. النبي صلى الله عليه وسلم له معجزات، له معجزات، ومن ذلك هذه المعجزة: أشرف على أطم، يعني على قصر مرتفع من آطام المدينة، كانت فيها آطام، أي أبراج قوية يرقبون فيها أحوال العدو، يصعدون عليها ويرتفعون عليها، ينظرون العدو المقبل عليهم. صعد صلى الله عليه وسلم على واحد منها فقال: هل ترون ما أرى؟ قالوا: لا، لأنهم لا يرون ما يراه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا من خصائصه ومن معجزاته، وهذا من باب التحذير للأمة. قال: إني لأرى مواقع الفتنة عند أو قريب من بيوتكم، أن الفتن ستغشى الناس في بيوتهم، وهذا تحذير منه صلى الله عليه وسلم، في أن
سيكون فتن تصل إلى الناس. العادة أن الناس إذا بقوا في بيوتهم يسلمون من الفتن، إذا خرجوا منها وتعرضوا للفتن تصيبهم، لكن هذه ما تقي منها البيوت، هذه فتن تصل إلى الناس في بيوتهم وهم ساكنون فيها. وهذا والله أعلم في آخر الزمان إذا تطورت وسائل الإعلام والبث الفضائي والأقمار الصناعية كما يقولون، فإن الشر ينتقل معها بسهولة ويصل إلى البيوت بواسطة الشاشات، بواسطة المعدات التي تنقل الأحداث، ينظر إليها الإنسان وهو في بيته وهو في أقصى الأرض كأنه حاضر عنده. وصلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وأن هذا شيء سيحصل، وأن الفتن ستغزو البيوت تدخل عليها، وهذا من باب التحذير، هذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم يحذر الناس عند وجود هذه الفتن المنتشرة أن الإنسان يأخذ حذره ويصون بيته، يصون بيته من وصول هذه الفتن إليه. وهذا فيه صعوبة، ولكن مع الصبر والاحتساب يعينه الله سبحانه وتعالى. نعم. ولمسلم عن سالم بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: يا أهل العراق، ما أسألكم الصغيرة وما أركبكم الكبيرة. أركبكم. ما أسألكم الصغيرة وما أركبكم الكبيرة. قال: سمعت أبي عبد الله بن عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الفتنة تجيء منها هنا، وأومأ بيده نحو المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان، وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض، وإنما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأ، فقال الله له: وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. نعم، هذا سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم ينكر على أهل العراق ما يحدث منهم من الفتن والشرور فيما بينهم، وقتل بعضهم لبعض، سفك الدماء. ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة، طبيعة بعض الناس المتحذلقين والمتشددين أنهم يسألون عن الأمور الصغيرة ويتركون الكبائر لجهلهم ولمحبتهم للفتنة. كان الأولى العكس، أن الإنسان يسأل عن الأمور الكبائر أجل أن يجتنبها، أما الصغائر فأمرها سهل. وهذا من التشدد، السؤال عن الصغائر وعن هذا من التشدد، والتشدد يجلب إلى التساهل، تشدد أجلب إلى التساهل والانفلات والعياذ بالله. فهذا فيه أن المسلم وطالب العلم يعتني بالأمور الكبيرة الخطرة، يسأل عنها ولا ينشغل بالأمور الصغيرة. فأهل العراق يتشددون في لأن أكثرهم من الخوارج، أكثرهم من الحرورية ومن الخوارج، فهم يسألون عن الأمور الصغيرة ويتركون الأمور الكبيرة الخطيرة لا يسألون عنها ويرتكبونها. ف
في رواية يقول: تسألون عن دم البعوض وتقتلون الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي قتلوهم أهل العراق، قتلوا سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف، يسألون عن الصغيرة، عن دم البعوض، يقولون هو نجس دم البعوض، يسألون هل دم البعوض نجس يبي غسل، وهم يرتكبون الكبيرة يسفكون دم الحسين بن علي رضي الله عنه سبط الرسول صلى الله عليه وسلم. استدعوه من المدينة وخرج إليهم فخذلوه وتركوه حتى قتل رضي الله عنه ومن معه، ولم يساعدوه. هذه طبيعته. ثم ذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأن الفتن تأتي من قبلهم، قبل المشرق، مشرق المدينة. مشرق المدينة ما هو؟ ها؟ شرق المدينة ما هو؟ العراق ولا لا؟ الذي يقع شرق المدينة هو العراق. أشار صلى الله عليه وسلم إلى المشرق، خروج الفتن منها هنا حيث يظهر قرن الشيطان وهو المشرق. فالفتن والعياذ بالله تأتي من المشرق، مشرق المدينة. فهذا فيها الإنكار عن التشدد في الأمور الصغيرة والتساهل في الأمور الكبيرة. ومن ذلك القتل، قتل النفوس، هذا كبيرة. فأكثر ما وقع القتل في العراق، أكثر ما وقع القتل في العراق سبب ظهور الخوارج، يقتلون المسلمين. ومن ذلك وقعة النهروان بين المسلمين بقيادة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وبين الخوارج، قتل منهم مقتلة عظيمة 6000 أو أكثر من الخوارج، قتلهم أمير المؤمنين، كف الله بذلك شرهم عن المسلمين. فهم مع أنهم يسألون عن الصغائر لا يبالون بالكبائر، فيسألون عن دم البعوض ويستحلون دم المسلم كما فعلوا مع الحسين وغيره. فهذا فيه التحذير من التشدد وأنه من الفتن، وأنه علامة على الخوارج، هذا دأبهم، يسألون عن الصغائر وينتهكون الكبائر والعياذ بالله. هذا من الفتن التي تحصل في المسلمين من بعضهم مع بعض. نعم. قال: وإنما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأ، فقال الله له: وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. بين رضي الله عنه شدة القتل، شدة قتل النفوس بغير حق. هذا الشيء حصل لموسى عليه السلام كما ذكر الله، كما ذكر الله في قصته. موسى عليه السلام تربى في بيت فرعون وكان رجلا قويا مهابا، هيأه الله جل وعلا لحمل الرسالة فنشأ نشأة قوية. في ذات يوم جاء يمشي فوجد
في المدينة رجلين يقتتلان يتضاربان، واحد من بني إسرائيل من جماعة موسى عليه السلام، والثاني من القبط جماعة فرعون، هذا من شيعته أي من بني إسرائيل، وهذا من عدوه يعني من آل فرعون. استغاثه الذي من شيعته، استغاث بموسى، هذا فيه دليل على أن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه، الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه جائز، والاستغاثة طلب الغوث عند الشدة. ومن عادة موسى وكرمه ورجولته أنه يساعد المحتاج ويفرج عن المكروب. من شمائله عليه الصلاة والسلام، فموسى عليه السلام تدخل ووكز الرجل العدو بيده، ضربه بيده، ما تعمد قتله، إنما أراد ردعه، وكزه موسى، لكنه كان قويا، تسبب عن هذه الوكسة أن القبط مات، قضى عليه، ما قصد هذا، خطأ، هذا قتل خطأ. ثم اعترف عليه السلام أن هذا خطأ، وأنه من عمل الشيطان، استغفر ربه فغفر له. لكن أصاب موسى بعد ذلك عقوبة، فتناك فتونا، أصبح خائفا في المدينة، ترقب وخرج هاربا يترقب، ذهب إلى أرض مدين من مصر، وبقي في مدين 10 سنوات يرعى الغنم كما ذكر الله قصة في ذلك. كل هذا من التربية لموسى عليه السلام، تربية، وأيضا ليذوق شيئا من عقوبة قتل النفس بغير حق، مع أنه خطأ، كيف بالتعمد والعياذ بالله، قتل النفس تعمدا، يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، وحتى الكافر لا يجوز قتله إذا كان له عهد أو مستأمن، إذا كان له عهد أو مستأمن لا يجوز قتله، لأنه من النفس التي حرم الله. فما حصل من موسى عليه السلام فيه عبرة، وفيه تعظيم خطر قتل النفوس بغير حق، هذا فيه التحذير من سفك الدماء، سفك دماء المسلمين وسفك دماء الذين لهم عهد عند المسلمين أو حرمة أو أمان عند المسلمين، أنه أمر خطير والعياذ بالله. نعم. وله عن معقل بن أسد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي. نعم، العبادة في الهرج يعني وقت الفتن وسفك الدماء، الإنسان يعتزلها ويشتغل بالعبادة، عبادة ربه، هذا فيه الحث للمسلم عندما تحدث فتن بين المسلمين ألا يدخل فيها، وأن يشتغل بعبادة ربه، وهذا هجرة
الهجرة في اللغة هي الترك والانتقال من حالة إلى حالة، فهو يترك دخول في الهرج والقتل، يشتغل بعبادة ربه، هذه هجرة. هجرة كالهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، الهجرة من الهرج إلى العبادة كالهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته، الهجرة المعروفة العظيمة لما هاجر الصحابة معه إلى المدينة لنصرة دين الله عز وجل. والهجرة في اللغة الترك، منها ترك الوطن فرارا بالدين، ومنها ترك الفتن إلى السنة، ترك القتل بين الناس إلى العبادة، هذا نوع من الهجرة. نعم. ولمسلم عن ابن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن بن عوف: نكون كما أمر الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك: تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون أو نحو ذلك، ثم تنطلقون في مساكن المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض. نعم، من الأخبار التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم في المستقبل أن الله جل وعلا ينشر هذا الدين في مشارق الأرض ومغاربها، وأنه يتوسع ملك المسلمين. وكانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم دولتان عظيمتان، دولة الفرس المشرق، فارس، سمى دولة فارس الفرس في المشرق وهم المجوس، ودولة الروم في المغرب وهم أهل الكتاب من النصارى، دولتان عظيمتان. من يفكر أن المسلمين سيتغلبون على هاتين الدولتين؟ إلا أن الله جل وعلا ينصر دينه ويعلي كلمته ويظهر دينه على الدين كله، هذا وعد الله جل وعلا به، وعد الله حق، حصل هذا. فجاهد المسلمون بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، غزوا فارس حتى أسقطوها، غزوا الروم حتى أسقطوهم، استولوا على بلادهم وعلى أموالهم. لكن سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه: كيف تكونون في هذا الوقت؟ وهذا فيه التحذير من انفتاح الدنيا، فيه التحذير من انفتاح الدنيا، لأن جاء على أثر هذه الفتوح أن كثرت الأموال عند المسلمين، فاض عليهم المال من كنوز كسرى ملك الفرس، كنوز قيصر ملك الروم، فاضت الأموال، والأموال فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، كيف تكونون في هذا الوقت؟ يسأل المسلمين، يعني هل تبقون على دينكم أو تنحرفون عنه مع الدنيا؟ قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه: يحسن الظن، عبد الرحمن يحسن الظن، قال: نكون على خير،
يعني نستعين بهذه الأموال على طاعة الله وعلى الجهاد في سبيل الله. هذا ما كان يؤمله الرحمن بن عوف الصحابي الجليل. قال: أو غير ذلك، أي غير ما تقول، بل الأمر سيكون غير ما تقول. ما هو؟ أنه سيكون هناك فتنة بين المسلمين، تنافسون الدنيا، إذا فتحت عليهم الدنيا يتنافسونها، كل يريد أن يأخذها عن الآخر، يستولي عليها، ثم ينشأ عن هذا التحاسد والقطيعة بين المسلمين من أجل الدنيا، ثم يتطور الأمر إلى القتل، تتقاتلون على الدنيا. فهذا فيه التحذير من الرسول صلى الله عليه وسلم، فيه أولا علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم أنها ستسقط دولة الفرس، دولة الروم بيد المسلمين. من كان يؤمل هذا؟ المسلمون كانوا أقلية مستضعفون في الأرض، أنهم في وقت سيظهرون من يؤمل هذا؟ أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيكون وكان، وهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. لكنه حذر مما يحدث عند ذلك من الفتن، من التحاسد، من التنافس على الدنيا، من الانشغال بها، من التحاسد فيما بينهم، حتى يؤول الأمر إلى سفك الدماء فيما بينهم. فالرسول حذر أمته عند ذلك، حذرهم من هذا الخطر المستقبل، وقد حصل ما توقعه صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن الهوى، وقد بين لأمته كل شيء، ما كما يأتي في الحديث ما ترك شيئا إلا بينه، الشر حذرهم منه والخير رغبهم فيه، ما كان من نبي إلا دل أمته على خير ما يعلمه لهم، حذرهم من شر ما يعلمه لهم، وهذا من النصح للأمة، من نصحه صلى الله عليه وسلم. ففيه أولا إخبار بشيء من المغيبات، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، وفيه ثانيا التحذير من الفتنة، فتنة توسع الدنيا على الناس، وأنها خطر على الدين. نعم. وله عن عمرو بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة إلى البحرين فأتى بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي، فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم، ثم قال: أظنكم سمعتم أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين. قالوا: أجل يا رسول الله. قال: فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوا فيها كما تنافسوها، فتهلككم كما أهلكتهم، وفي رواية: فتلهيكم كما ألهتهم. لعلنا نقف عند هذا، كان فيه أسئلة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وأنفع بكم الإسلام والمسلمين. هذا سائل يقول: ما هي الفتن
التي يلزم فيها الإنسان بيته؟ فتن كثيرة، أقول الفتن كثيرة، فإذا حدث شيء منها إن كان الإنسان عنده استعداد للإصلاح تحذير منها فإنه يخرج ويحذر الناس ويبين لهم، وإن كان ليس عنده استعداد يلزم بيته يشتغل بعبادة الله عز وجل. فتنة المال، فتنة العدو، تسلط العدو، فتنة سفك الدماء بين المسلمين، فتن كثيرة. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: أشكل عندي قولكم حفظكم الله أن موسى عليه السلام أصابته عقوبة على ما صنع من القتل، وقد قال الله تعالى: قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. نعم، غفر له، لكن مع هذا جرى عليه فتون، وفتناك فتونا، جرى عليه من آثار ذلك ما جرى كما ذكر الله عز وجل، مع أن الله غفر له. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما هو المقصود بالخبث إذا كفر؟ هل هو الشرك أم المعاصي؟ يعم خبث، يعم الشرك وهو أشد الخبث، ويعم بقية المعاصي والمنكرات. نعم، وهذا سائل يقول: ما معنى ويل للعرب؟ هل ويل وادي في النار أم ما المقصود بذلك؟ وعيد، الويل كلمة وعيد تهديد. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما أثر دراسة أحاديث الفتن على طالب العلم؟ وهل ثمة فوائد لتدارسها في تأخر الزمان؟ نعم، فيها فوائد، الإنسان يتفقه في ذلك ويعرف ماذا يعمل، لو أدركته الفتن يعرف ماذا يعمل وقتها، يكون على بصيرة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حدث بها أصحابه من أجل أن يستعدوا لها ويحذروا منها. فالمسلم إذا اطلع على هذه الأحاديث تفقه فيها يكون على بصيرة. والفتن تتنوع، منها ما هو شديد ومنها ما هو دون ذلك، فيحذر من الفتن ويحذر منها. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل مكان يأجوج ومأجوج موجود الآن في مكان معين، وهل هم معروفون الآن؟ لابد أنه موجود في الأرض، لابد أنه موجود مكانهم في الأرض، الله أعلم في مكانهم بالتحديد، ولكنه موجود. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا سائل آخر يقول: ما رأيكم في قول من يقول أن سدهم ليس واقعا حقيقيا، ويتأول القرآن ودليله على ذلك أنه لم يرى بالأقمار الصناعية؟ هذا قول باطل والعياذ بالله، وهذا رد للنصوص. والأقمار الصناعية ما تطلع على كل شيء، هي أشياء يخفيها الله عن عباده إلى أن يأتي وقتها، والناس ما يعلمون الغيب مهما أوتوا من العلم، ومهما إن علمهم محدود وقدرتهم محدودة. يجب على هذا أن يتوب إلى الله عز وجل ويمسك لسانه قلمه عن هذا الكلام الباطل. نعم، وهذا سائل يقول: ما هي الأمور الدقيقة في العقيدة التي يعذر فيها الإنسان بالجملة؟ العقيدة لا يعذر أحد فيها بالجهل، لأنها واضحة، يجب على الإنسان أن يتعلم عقيدته ولا يجهل شيئا منها، لأن العقيدة هي الأساس
قد بينها الله جل وعلا، بينها الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم الامتحان في مسائل الإيمان بالقول بجنس العمل أن منه ما هو شرط صحة وشرط كمال؟ يا إخوان، مسألة الإيمان بينها العلماء والأئمة السلف الصالح، بينوها ودونوها في كتب العقائد، عقيدة أهل السنة والجماعة، ومنها الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فالعمل من الإيمان وليس هو شرط للإيمان، أو ليس من الإيمان كما يقولون. هذا قول المرجئة، هذا قول المرجئة، والمرجئة فرق مختلفة، وكلها قولها باطل في الإيمان. الصواب قول أهل السنة والجماعة أن الأعمال من الإيمان، وأنه لا إيمان بدون عمل، كما أنه لا عمل بدون إيمان، لا بد من الاثنين، من الإيمان والعمل، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. يكفينا هذا يا أخي، هذه عقيدتنا، لماذا ندخل عليها عقيدة المرجئة الضلال؟ نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل فيقول: لي أخ من إحدى الدول الغربية يريد أن يطلب العلم الشرعي في أحد بلدان المسلمين، لكن والديه ليسا مسلمين وهما كبيران في السن، وأبوه يتعاطى الخمر، فإذا سافر لطلب العلم لا يستطيع أن ينفق على والديه حتى يرجع ويكمل الدراسة في بلده. يقول: وفي الغرب عموما كما تعرفون هناك فتن كثيرة، هل يسافر ويطلب العلم الشرعي أو يكمل الدراسة في بلده لكي ينفق على والديه؟ قال الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. الوالدان لهما حق بلا شك، ولو كان كافرا لهما حق البر، فلا يترك والديه ويذهب لطلب العلم، لأن حقهما بعد حق الله سبحانه وتعالى، فبإمكانه أنه يجمع بين الأمرين، يبر بوالديه ويحسن إليهما ويطلب العلم إذا سنحت له فرصة، يطلب العلم، فيجمع بين الأمرين، بين البر بوالديه وبين طلب العلم، والله جل وعلا يعينه ويسر لنا وله. نعم. وهذا سائل يسأل فيقول: ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: ثم تنطلقون في مساكن المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض؟ معناه أنه إذا انفتحت الدنيا يتنافسون فيها ويتحاسدون ثم يتقاتلون. هذا معناه التحذير من هذا الشيء. نعم. ويسأل آخر فيقول: ما المقصود بقوله من حيث يطلع قرن الشيطان؟ مشرق الشمس إذا طلعت تطلع بين قرني الشيطان، ويسجد لها الكفار، ولذلك ينهى عن الصلاة في هذا الوقت، وقت بزوغ الشمس. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: موسى عليه السلام هناك من يطعن فيه ويتهمه بكل سوء، فهل يحكم على هذا الرجل بالكفر؟ ما في شك، من طعن في أحد من الأنبياء أو تنقص أحدا من الأنبياء فإنه يحكم بكفره، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يجوز تنقصهم أو الحط من قدرهم أو انتقادهم. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: بما ينال العلم، وما هي الطرق التي تعين على طلب العلم؟ ينال العلم بالطلب مع الاستعانة بالله عز وجل، طلب العلم والاستعانة بالله، وطلب العلم يكون على العلماء
يكون طلب العلم على غير العلماء، لا يكون من الكتب فقط ولا من المتعالمين ولا من الجهال، إنما يكون على أيدي العلماء. هذه الطريقة الصحيحة لطلب العلم. نعم. أحسن الله عليكم. يقول: هل من السلف الصالح من طلب العلم بعد سن الثلاثين؟ هل من السلف الصالح من طلب العلم بعد عمر الثلاثين؟ العلم؟ نعم. لا أعرف شيئا من ذلك. أحسن الله. الإنسان من حين يبلغ الحلم ويعقل يطلب العلم، يطلب العلم من حين يبلغ الحلم ويعقل. ومن العلماء من بلغ في العلم مرتبة وهو شاب. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائر يقول: كيف السلامة من الفتنة في آخر الزمن عندما حصل الخلاف بين أهل العلم في حكم بعضهم على بعض العلماء السلفيين وهجرهم؟ يجب على المسلم أن يكون مع أهل الحق، أن يلزم أهل الحق وما عليه السلف الصالح من هذه الأمة، ويحذر من الفتن والخلافات والتحريش بين الناس. يكون هم طلب العلم ومعرفة الحق وأهل الحق حتى يكون معهم، هذا الذي يجب على طالب العلم. أيضا الإصلاح بين الناس، هذا الواجب. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: كيف يمكن للشخص أن يقي أهل بيته من الفتن؟ تمسك بكتاب الله، يقيهم من الفتن بالتمسك بكتاب الله عز وجل، سنة رسوله الله عليه وسلم، وبأداء الواجبات وترك المحرمات بالعبادة، يقيهم من الفتن بشيء، التمسك بكتاب الله سنة رسوله وبلزوم العبادة، لزوم العبادة لله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: كثرة الزلازل والخسوف والكسوف والفيضانات والبراكين مما لم يعهد فيما قبل، هل نحن على أبواب العلامات الكبرى، وما هي أول علاماتها الكبرى؟ نعم، تحدث الحوادث في آخر الزمان المروعة لما كسبت أيدي الناس، الزلازل والبراكين، كسوف والخسوف وغير ذلك، هذا بسبب أفعال العباد وظهور الشر. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فيجب الاعتبار بهذه الأمور. وأما علامات الساعة فلا بد من وقوعها، لا بد من وقوعها. علامات الكبار تتتابع، إذا ظهر أولها تتابعت، كنظام انقطع سلكه فتتابع. الإنسان يتمسك بدينه، يتمسك بعقيدته، ويسأل الله السلامة. نعم. أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: امرأة توفي عنها زوجها، وبعد 10 أيام قاموا بدفنه لأنه لم يكن في البلد. السؤال: متى تبدأ عدة هذه المرأة؟ هل من وقت الوفاة أو من دفنه؟ تبدأ عدتها من خروج روحه، من وقت الوفاة، حتى لو لم تعلم إلا متأخرا إنها تكون قد اعتدت. لو مضى عليها 4 أشهر و10 أيام وهي ما درت، ودرت بعد ذلك وانتهت عدته. نعم. وتقول: هل يجوز للمعتد؟ العدة ليست بالعلم، العدة بالموت. نعم.
وتقول: هل يجوز للمعتدة دهن رأسها بالزيت؟ نعم، اللي ما فيه طيب ما فيه بأس تدهن رأسها فيه، إنما تتجنب الطيب. نعم. وهذا سائل يقول: هل نحكم بكفر الخوارج؟ هل نحكم بكفر الخوارج؟ الخوارج لا شك أنهم ظلال، أنهم ظلال، أما تكفيرهم فما كلفنا الله بذلك، وما هل عبادة وهل زهد وهل قراءة للقرآن اجتهاد، لكنه على خطأ. نعم، الله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل إذا زل عالم أو طالب علم بخطأ أو بدعة عن تأول، هل هذا يخرجه من إطار أهل السنة وأهل السنة؟ عليه أن يتوب، من وقع في خطأ أو في فتنة عليه أن يتوب، ومن تاب تاب الله عليه. أما أن نقول يستمر على ما هو عليه ويعذر بالجهل، لا، نقول عليه أن يتوب إلى الله، أن يعرف الحق ويرجع إليه. نعم، أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول: حفظكم الله، وقوف المرأة في المسجد لطلب العلم وهي حائض، هل هو جائز؟ ليس جائزا للمرأة أن تجلس في المسجد، الحائض لا تجلس في المسجد لا لطلب العلم ولا لغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منعها من الجلوس في المسجد، فإذا طهرت واغتسلت تأتي للمسجد، وأما قبل ذلك فإنها لا تجلس في المسجد، إنما تجلس خارج المسجد. نعم، أحسن الله إليكم. وتقول السائلة: هل يصح أن تنصح المرأة الرجل؟ كل ينصح، كل مسلم ينصح أخاه، الرجال والنساء كل منهم ينصح أخاه إذا رأى عليه خللا أو قصورا، أو يعلمه إذا جهل. نعم، وهذه سائلة تقول: ما هي الوسيلة إلى ثبات طالب العلم على الطلب؟ الصبر، الوسيلة هي الصبر، يكون عنده صبر على المشقة وعلى ما يناله من طلب العلم، صعوبة الطلب، صعوبة المادة، بعد المكان والغربة وغير ذلك، يصبر على طلب العلم. الصبر هو الذي يمكن الإنسان بإذن الله، أما الذي ليس عنده صبر فلا يستطيع الاستمرار. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما حكم قول الله ورسوله أعلم لمن سئل عن شيء معين؟ ألا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، أما بعد وفاته فتقول الله أعلم، تقول الله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا يقول: ما الدليل على أن ذا القرنين هو الإسكندر؟ ما الدليل على أن ذا القرنين هو الإسكندر المقدوني؟ تاريخ يا أخي، الدليل التاريخ، أنا حد ما له ترجمة في التاريخ وذكر. نعم، يعني تبي من الكتاب دليل في القرآن اسمه الإسكندر؟ ما هو لازم هذا. نعم، وهذا سائل يقول: ما هي التقوى وماذا تجلب على صاحبها من الخيرات وما فوائدها؟ التقوى تجمع الدين كله، التقوى تجمع الدين كله، سميت التقوى لأنها تقي الإنسان من النار وتقيه من المحذور، وكل الدين كله هو التقوى، وهو البر، وهو الإيمان، التقوى والإيمان والبر بمعنى واحد. نعم، وهذا سائل يقول: هناك من الأشخاص من يكرهون كل من يتحدث عن الفتن وأن ما يحدث الآن من الفتن، فبعد أن كان يحب هذا الشخص أصبح يبغضه جدا بسبب قوله أن ما نحن فيه الآن من الفتن، فما توجيه فضيلتكم جزاكم الله خيرا؟ هذا جاهل في الحقيقة، هذا جاهل، اللي يكره الأحاديث التي في الفتن وتحذير منها
هذا لجهله. الواجب أن نعرفها، الواجب أن نتعلمها، لأنها لا بد بتقع. فما هو الحل إذا وقعت؟ لازم تعرف هذا. الرسول ذكرها لأصحابه، أجل يكره الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه ذكر الفتن؟ لا، بل نفرح بهذا وندعو للي يعلمنا الخير ويحذرنا من الشر. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.